أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت قاعد في محلي وبدافع عن نفسي وعن أكل عيشي من اللي جايين يعتدوا عليا ويطردوني برا المحل. ناصر بينهار في التحقيقات وبيقول كل حاجة. يا ترى إيه اللي حصل وإيه تفاصيل الخناقة اللي مفيش حد في مصر ما بيتكلمش عنها، وليه في محلات كتير قفلت في الكربة؟ مفاجآت وكواليس هتعرفوها أكتر في الفيديو معانا. طبعاً كلنا شفنا الواقعة اللي هزت مصر كلها، لأن المنطقة اللي حصلت فيها الواقعة دي بالتحديد واحدة من أكتر المناطق الحيوية في القاهرة، وهي منطقة الكربة وبالتحديد عن قهوة أسوان. الواقعة حصلت بالتحديد قدام قهوة أسوان وبين واحد من ملاك القهوة، وهو المجنى عليه حمص، والتاني هو صاحب محل العصير اللي جنبه. العلاقة بين الطرفين كانت متوترة جدا طول الفترة اللي فاتت، وكان بينهم خلافات كتيرة، واللي وصلت في النهاية للواقعة الخطيرة اللي حصلت. الحكاية بدأت لما والد المجنى عليه حمص كان عايز يشتري المحل بتاع العصير علشان يطرد منه المستأجر اللي هو الجاني، وكمان كان عايز يشتري واحدة من الشقق السكنية في نفس العمارة، ولكن النهاردة الأمور خرجت عن السيطرة تماما. حماسة قرر يروح يقابل صاحب محل العصير قدام قهوة أسوان، ولكن النقاش بينهم اتحول لخناقة كبيرة. الأمور في البداية كانت بسيطة ومجرد زعيق وصوت عالي، لكن بعدها تطورت وبقت خناقة بالإيد وكمان بآلات حادة. صاحب محل العصير اعتدى على مالك قهوة أسوان، وده كان بالآلة الحادة، ووجه له عدة ضربات خليته يفارق الحياة على الفورة. وطبعا كل ده كان وسط تجمع عدد كبير من الناس، وده اللي تسبب في إن الوضع يبقى فوضوي وكمان متصور. الشرطة اتدخلت فورا بعد اللي حصل وقبضت على الجاني في نفس مكان الجريمة، وجسد الضحية تم نقله في ساعتها للجهات المختصة وبدأوا التحقيق علشان تكتشف قوات الأمن إن في نزاعات بقالها كتير بين الطرفين. وقدام جهات التحقيق اعترف الجاني إن بعد خلاف مع الضحية بقاله سنتين بسبب إن والده كان عايز يشتري المحل ويطرده منه. اتفاجئ من كام يوم بشوية من اللي شغالين في قهوة أسوان بيقولوا له إن صاحب القهوة اشترى المحل من صاحب العمارة وعايزينك تخلى المحل في أسرع وقت، علشان يرد ويقول لهم أنا مش مأجر من صاحب القهوة، الحاج محمد هو اللي مأجر لي وكلامي معاه هو وبس. وأكد الجاني إنه مرضيش يسيب محله، وقال لهم إنه مش هيخرج منه غير لما مدة الإيجار اللي مكتوبة في العقد بينه وبين صاحب العمارة تخلص، علشان يتفاجئ تاني يوم الواقع الصبح إن ابن صاحب القهوة جاي ومعاه شوية أشخاص وشوية من اللي شغالين معاه في القهوة، ودخلوا عليه المحل وطلبوا منه إنه يفضيه في ساعتها، وقال كمان إنهم هددوه علشان يسيب المحل فورا وإلا هيخرجوه بالعافية، علشان يتطور الموضوع لزعيق وبعدها لخناقة بالإيد، علشان يقرر ياخد آلة حادة من اللي بيستخدمهم في تقطيع الفاكهة علشان يعتدي بيها على ابن صاحب القهوة كذا مرة لحد ما وقع على الأرض وفارق الحياة في ساعتها. وطبعا بعد الواقعة ووصول الشرطة قفلت قوات الأمن كذا محل من المحلات المجاورة في منطقة الكربة بالكامل لتجنب حدوث أي مشاكل تانية، وده طبعا أثر بشكل كبير على حيوية المكان والنشاط التجاري في الشارع، وده خلى أصحاب محلات كتير يطلعوا يتكلموا إنهم خايفين وقع زي دي تأثر على شغلهم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها البلد. الواقعة دي بتأكد إن ما ينفعش أي حاجة في الدنيا تتحل بالعنف، لازم يتم تأكيد إن في قانون وفي جهات ممكن تاخد حقك بيها، ولازم يكون في حوار بين المواطنين، وإن التواصل هو الحل الوحيد لحل المشاكل بدل العنف.